الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول هذه العبارة: ربي إني تارك حياتي وأقداري لك، فيسرها كما شئت ويسر ما استصعب من أمور ضايقتني، ربي حين لا أجد من يفهم ما بقلبي فكن معي وسأكتفي. أعد. ربي إني تارك حياتي وأقداري لك، فيسرها كما شئت ويسر ما استصعب من أمور ضايقتني، ربي حين لا أجد من يفهم ما بقلبي فكن معي وسأكتفي. الحمد لله. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في باب الدعاء أن الأصل في الأدعية الحل والإباحة إلا تلك الأدعية التي اشتملت على بعض الألفاظ التي ثبت النهي عنها شرعا. فإذا جرى شيء من الأدعية على لسان الإنسان ثم نظر في حقيقة ألفاظه فلم يجد فيها شيئا من مخالفات الشرع، فحينئذ لو دعا به فلا بأس، مع أن الأكمل والأفضل أن يقتصر الإنسان على الدعاء المأثور وأن لا يعمل لسانه بدعاء إلا إذا كان مأثورا، هذا من باب الأفضلية فقط، لأن أكمل الدعاء الدعاء المأثور كتابا وسنة. فأفضل الأدعية أدعية القرآن وأدعية السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نأمن في هذه الأدعية نأمن من دخول شيء لا يجوز شرعا. وأما إذا أجرى الله عز وجل على لسانك شيئا من الأدعية ثم دعوت به وليس فيه شيء من المخالفات الشرعية، فإنك لا تكون بذلك قد فعلت حراما، ولا تكون بذلك قد أحدثت في الدين شيئا ليس منه. فمثل هذه الأدعية التي سأل عنها السائل، أنا أرى والله أعلم أنها لا تتضمن شيئا من المخالفات الشرعية، لأنها تتضمن كمال تفويض اعتماد القلب على الله عز وجل، وتتضمن توكيل الأمور لله عز وجل، وتتضمن رفع الأمور والابتهال والانطراح بين يدي الله عز وجل، وتتضمن البراءة من الحول والقوة إلى حول الله عز وجل وقوته، وتتضمن عدم نظر القلب إلى المخلوقين، وإنما يتوحد النظر لله عز وجل. فإذن هي أدعية طيبة تحقق بعض المقاصد الشرعية من كمال تفويض القلب، ومن كمال التوكل على الله، ومن كمال انقطاع علائق القلب عن الخلق، كل ذلك من الأمور المطلوبة. فأنا أرى أنها ألفاظ جائزة وأدعية ودعاء طيب، ولكن ينبغي للإنسان ألا يعود نفسه على اختراع الأدعية، على اختراع ألفاظ الأدعية، وأن يعود نفسه على المتابعة حتى في ألفاظ الدعاء. فكلما كان دعاؤك أتبع للسنة وأوفق للشرع، كلما كان أبعد عن دخول شيء ربما لا تشعر به. فهذا دعاء طيب ولا بأس به، وهو في دائرة الجائز، والله أعلم.